بس هنوصل الى واحدة من محافظات صعيد مصر، المحافظات المحببة الى قلبي جدا الحقيقة، لانه فيها اولا محافظة حضارية وثقافية كبيرة، وكتير من رموز مصر خرجوا من هذه الارض الطيبة. ثانيا عملوا عملة حلوة قوي قوي الحقيقة، توجت النهاردة في محافظة بني سويف، وهي اطلاق اول قناة تعليمية تتبع للمحافظة، قناة بني سويف التعليمية. دشنا او بدأ ارسال هذه المحافظة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللي بحييه معي على الهاتف. مساء الخيرات يا استاذ المحافظ. مساء الخير يا استاذ تامر، ازاي حضرتك؟ وتحياتي لشخصك الكريم ولأهالينا واخواتنا واشقائنا كلهم في بني سويف. التحية لحضرتك يا فندم ولكل مشاهدينك المحترمين، وأهل بني سويف كلهم بيشكروا حضرتك على الاهتمام ده. أشكرك شكرا جزيلا، ومليون مبروك على بقيتوا منافسين لينا هو خلاص في الإعلام، وأطلقتوا قناة تعليمية بني سويفية خالصة. كلمني حضرتك عن الإعداد والتجهيز للبث الذي بدأ اليوم. أولا هو يا فندم احنا حاولنا في بني سويف ان احنا نحول المحنة الى منحة، ان احنا بالفعل كنا بنعد خلال الايام القادمه قبل محنه الكورونا ان احنا هنغلق السناتر وهنلجأ الى طبعا المجموعات الدراسيه، اضافه طبعا الى زي ما كنا اعلنا النهارده كده ان بالفعل بدا البث للقناه، مش هنقول التلفزيونيه بقى، القناه على اليوتيوب وعلى الفيسبوك لاولادنا بالذات في مراحل التعليم الاساسي الابتدائي والاعدادي من ثالثه ابتدائي وحتى ثالثه اعدادي. فكل اللي حصل ان احنا سرعنا الخطه بتاعتنا وتم اغلاق عدد من السناتر تعدى ال 200 سنتر. فكان في نفس الوقت طبعا ولادنا ما بقاش في تواجد دلوقتي في المدارس، فكان لازم ان احنا نحاول نخليهم يستغلوا وقتهم اللي هم موجودين بيه في البيت دلوقتي بشكل صحيح. تمام. ونقدر ان احنا ندلهم المعلومه علشان خاطر ما يضيعش منهم السنه زي ما احنا بنقول. تمام. فالحمد لله نتاج عمل المحافظه ممثلة في مديرية التعليم بالتطبيق طبعا مع وزارة التعليم، قدرنا الحمد لله ان احنا نطلق النهاردة البث الاول لهذه البرامج. الحمد لله النهاردة بدأنا بأول درسين، كان درس علوم ودرس دراسات. انا حضرت شخصيا الدرسين والحقيقة استفدت منهم جدا، نتيجة ان قدرة السادة المدرسين والموجهين اللي بيقوموا بالشرح قدرة عظيمة جدا على الشرح، إضافة طبعا إلى استخدام الوسائل اللي ممكن تكون لسه مش موجودة في بعض المدارس. مظبوط. زي الفيديو والأنيميشن، وكمان يعني مهارة المدرس وتمكنه من الشرح. ده كلام مظبوط، والحقيقة أنا سعادتي مش بس إنها فرصة بديلة للطلبة بسبب الأزمة الإجبارية اللي احنا واخدينها بسبب أزمة كورونا، لكن أنا الحقيقة شايف إن ده حجر الأساس أو لبنة أولى في طريق تأسيس فكرة الإعلام التعليمي التفاعلي، اللي بيخلي بعد كده الدراسة مش تختة وكتاب، لا هي فكرة رسالة تعليمية توصل وخلاص. ده حقيقة يا فندم، وعلشان كده احنا كنا مهتمين جدا ان احنا لا نكتفي بمجرد شرح المنهج، ولكن كنا بنحاول ان احنا نستخدم اقصى الوسائل المتاحة اللي بتديها لنا التكنولوجيا زي ما قلنا الفيديوهات. مظبوط. والانيميشن، وان شاء الله خلال الاسبوع القادم هيبقى فيه تعليم تفاعلي عن طريق كلاس روم، برنامج كلاس روم اللي بالفعل الطلاب هيقدروا ان هم يبعتوا استفساراتهم واسئلتهم لمدرسينهم ويقوموا بالرد عليهم استضاحه لاي معلومه يحبوا يفهموها. في معلومه او في اضافه كمان لو سمحت لي كمان ممكن تضيفوها وتبقى مضافه كمان الى مديريه التربيه والتعليم وباقي كمان محافظات لما تبدا في تعميم التجربه نستفيد بيها، انه الوسيله الجديده دي يا دكتور هتخلينا اكثر امكانيه في توصيل رسائل تربويه واخلاقيه ووطنيه كمان بخلاف الماده التعليميه. ده حقيقي يا فندم، وهو احنا زي ما احنا كنا بنقول دلوقتي ان احنا بنحاول ان احنا ناخذ من التكنولوجيا ما يناسبنا. احنا للاسف دلوقتي لحد هذه اللحظه في مصر ما كناش بنستخدم التكنولوجيا كما يستخدمها العالم كله للتعليم، ولكن كنا بنستخدمها بشكل اساسي للتسليه والترفيه بالظبط زي ما حضرتك بتقول. فبنحاول دلوقتي يعني بدايه من بني سويف، وطبعا المنهج موحد طبعا مع كل الطلاب حول الجمهوريه، فهي كانت نقدر نقول هديه من بني سويف لاولاد بني سويف والمصر كلها علشان يقدروا يستفيدوا. فبنامل ان كل ولاد مصر من ثالثه ابتدائي لحد ثالثه اعدادي يستفيدوا وليس فقط ولادنا في بني سويف. بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك وببارك لك، ودعواتي ان التجربه تنجح وكل اهالينا واولادنا في بني سويف يستفيدوا من هذه التجربه ثم تعمم في كل محافظات الجمهوريه ان شاء الله. اي حاجه حلوه وتجربه حلوه ولعبه حلوه ومجهود حلو
الواحد بيفرح لأنه بتحس إن بلدك بتتقدم بشكل مختلف، وبلدك في حاجة جديدة بتضاف إليها، وبلدك بيتصلح فيها عيب كان موجود، وفي شمعة جديدة حد بينورها. وأنا دايما دايما مؤمن جدا بالمثل والجملة والشعار الذي يقول: أوقد شمعة بدلا من أن تلعن الظلام.